السلام عليكم. طبعا حاليا راح ننفذ ال FCFS باستخدام ال Eclipse اللي FCFS without arrival time. طبعا نفتح بيئة ال Eclipse، هنا راح نستخدم لغة الجافا. طبعا الكود راح يكون عندي جاهز بس راح يتم شرحه، لان اذا نكتبه من الصفر راح يطول عندنا وقت الفيديو. فراني راح اخذ الكود من حاليا، هاي فتح عندي بيت الإكليبس، انا عندي الكود هنا بالملف محضر لكم اياه، راح اخذ كوبي بيست كنترول سي. راح نتعلم طبعا شلون نسوي بروجكت بالبداية. المفروض هذا الشيء تعرفوه، كليك اي من هنا او من فايل، نفس الشيء نختار نيو، نختار جافا بروجكت، هنا نكتب اسم البروجكت مثلا خوارزميات ال FCFS، او نسميها بصورة عامة اللي هي ال OS، خوارزميات ال OS، OS algorithm. تمام. بعدها اضغط على finish. طبعا اذا طلب عندكم موديول نقول له don't create. هاي صارت عندي مشروع خوارزميات ال OS. اضغط عليه كليك، اقول له new، راح انشئ اول كلاس اليه. هاي الكلاس راح يكون FCFS without. طبعا احنا نقدر نسميه FCFS without arrival time بس راح يكون الاسم مطول، فراح نقول FCFS الطريقة الأولى اللي هي without arrival time. قلنا FCFS تحتوي على non primitive، non primitive تحتوي على without arrival time و with arrival time. إذا هاي الطريقة الأولى without arrival time، نختار ننشر على public static void main حتى تكون الدالة الرئيسية موجودة في هذه الكلاس، وقول له finish. تمام. هنا راح يكون عندي default packages، اذا تلقائيا راح نجيب الكود مالتنا ونخليه. اكيد طلعت لي اخطاء لان مو نفس اسم المشروع او الكلاس. تمام، هذا الكود عندي، هذا الكود حتى ينفذه هسه راح ننفذه، بعدها نشرح الكود. راح اقول له تنفيذ. اوكي، هنا راح يقول لي input number processor، كم بروسيسر عندي. لو نرجع للمحاضرة نلاحظ انه كم بروسيسر اخذنا بال without arrival time اللي هن 4. هنا input name id and burst time، يعني اول شيء يدخل ال id بعدها يدخل ال burst time. ال id بالنسبة لل b1، البيرس تايم إلها 21، آي دي بالنسبة للبي 2 بيرس تايم إلها 3، البي 3 بيرس تايم إلها 6، البي 4 بيرس تايم إلها 2. طبعا هنا ما قال لي ادخل لي الارايفل تايم، ليش؟ لان قلنا انه هي without arrival time، يعني بدون arrival time، لكن بالخلال الكودينج انا عندي arrival time، خليه تلقائيا صفر بالقراءة. لو اضغط انتر مفروض ينفذ عندي. لو نلاحظ انه نفذ لي اول مهمة اجتني، هي اول مهمة تنفذت عندي. البي 1 اجتني اول شي تنفذت عندي البي 1. ايش قد الارايفل لها؟ صفر. بيرس تايم 21. ويتنج تايم قلنا دائما صفر للاولى، راح يكون عندي التيرن اراوند تايم 21. ليش؟ يعني هو الويتنج تايم زائد ارايفل تايم 21. ثاني مهمة راح تجيني قلنا راح تتنفذ اللي هي بي 2، نفذت عند البي 2 صفر بثلاثة بيرس تايم، صار عندي ويتنج تايم تيرن اراوند تايم 24. ليش؟ 21 زائد 3. طبعا تيرن تايم هو عبارة عن ويتنج تايم زائد البيرس تايم. تمام، 21 زائد 3 راح يكون عندي 24. وهكذا نفس ما اخذنا بالنظري. بالأخير طبعا نطلع الـ average waiting time، نطلع الـ average turn around time. اوكي، بداية الكلاس اني بالنسبة للكود اول شي راح اعرف اللي هو جميع المتغيرات يكونين برايفت، لازم هاي يكون نعرفها ونخليهن static حتى نقدر نوصل لهن من اي دالة. طبعا اول شيء عندي الصم ويتنج تايم والصم تيرن اراوند تايم، اذا انا راح نطلعهم نجمع الويتنج تايم والتيرن اراوند تايم
حتى نطلع الافرج، نقسمها على عدد البروسس ونطلع الافرج. اذا نحتاج متغيرات للجمع اثنين وراح يكون فلوت. عندي البرايفت ستاتيك انتجر، شنو الانتجر؟ راح يكون عندي الان عدد البروسس، السي بي يو تايم اللي راح نطلعه، عندي الارايفل تايم نعرفه والبيرس تايم نعرفه، عندي الويتنج تايم راح نطلعه والتيرن اراوند تايم راح نطلعه. اول شيء راح اجيب المين، شنو اكتب؟ راح اقول له ارت ساوند نيو سكانر حتى افعل القراءة. اريد اقرا من الشاشة سيستم دوت اوت دوت برنت، ادخل لي عدد البروسيسر راح يدخلهم، انت ساو ار دوت نكست انتجر راح يدخلهم. هنا عندي الارايفل تايم، بيرس تايم، ويتنج تايم، تيرن تايم، والاي دي اللي هو البروسيس. تمام، الاي دي طبعا عرفناه هنا نوعه سترينج، ليش راح يكون عندي هذا الاي دي بي1 بي2 بي3 بي4. طبعا كلهن هنا راح نخلي لهن الحجم على حسب الحجم اللي قريناه. مثلا ايش قد قرينا؟ 4 بروسيس، راح يكون حجم المصفوفات كلها على 4. راح نجي اول داله نستدعيها داله الريد حتى نقرا بالنسبه للبيرس تايم والاي دي. يعني بالريد راح اسوي فور، يبدي لي من الصفر للان، كل مره راح يدخل لي الاي دي والبيرس تايم. راح يدخل لي الاي دي، ارايفل ما راح يطلبه راح يكون صفر لان الاوت ارايفل تايم، بيرس تايم راح ادخل هنا. بعدها راح نستدعي داله الاف سي اف اس، هاي الداله شو راح تسوي لي؟ ايضا عندي دوار، دوار مين تبدي؟ دوار تبدي من الواحد للان. ليش من الواحد؟ يعني هنا قلنا احنا الويتنج تايم عندنا دائما صفر الحالة الأولى، فأنا ما أقدر أحسب الويتنج تايم بالنسبة للصفر لين راح يطلع لي بالسالب. فأما أكتبه هنا قبل لا أدخل للدوار، أقول الويتنج تايم بالنسبة للصفر خلي لي صفر. تمام، أو نستخدم هاي الطريقة. هاي الطريقة أفضل، ليش؟ لأن عن تيرن أراوند تايم والصمت للتيرن أراوند تايم لازم أحسبه من الصفر، وأنا هنا بادي من الواحد. فراح اجي اخلي شرط اف، اذا الاي تساوي تساوي واحد راح يتنفذ اندني اللي نحتاج بيهن الموقع صفر. اذا اندني راح يتنفذ مرة واحدة. شوف الويتنج تايم خلينا مباشرة صفر. اما بخلاف ذني اللي هو الاي راح يبدي من الواحد، راح يكون السي بي يو تايم عندي اول شيء شنو؟ راح يزداد بزيادة البيرس تايم. السي بي يو تايم راح يزداد بزيادة البيرس تايم، يعني جد السي بي يو هنا طبعا هنا انا ما اتابع السي بي يو، راح يكون يبدي من الصفر. اول شيء صفر اللي هو ما حسبناه، ثاني شيء هذا عبارة عن متغير، طبعا راح يزداد، راح يزداد الاي ناقص واحد ايش قد؟ البيرس تايم 21. اذا راح حتى تنفذ الاولى راح نحتاج 21 ثانية حتى اقدر انفذ المهمة الاولى البروسيس 1. بعدها راح اجي اطبق قانون، شو اقول؟ ويتنج تايم للاي يساوي لي السي بي يو اللي هو 21 قلنا ناقص الارايفل. لو نرجع للمسألة النظر، 21 ناقص الارايفل راح يطلع لي جد 21. اذا السي بي يو تايم، عفوا هنا بالنسبة للسي بي يو تايم عندي هذا الويتنج تايم صفر، هنا راح يطلع لي 21. تمام، 21 ناقص صفر راح يطلع لي 21. هنا راح اجي sum waiting time ايش قد راح يكون عندي؟ هنا راح يجمع كل مرة راح ادوها الدوارة راح تجمع لي الويتنج تايم بالنسبة للآي. هنا هذا شنو الغرض منه؟ انه ننفذ الويتنج تايم للموقع صفر راح يكون صفر، وننفذ turn around time للآي ناقص واحد، يعني الموقع صفر ايضا نقدر نكتبه صفر او نقدر نكتب آي ناقص واحد، ما فرق. يعني الاي واحد ناقص واحد صفر راح يكون بالنسبة للويتنج تايم زائد البيرس تايم، يعني موقع صفر زائد صفر راح يطلع عندي التيرن اراوند تايم. الموقع صفر بالنسبة للويتنج تايم ايش قد راح يكون عندي؟ صفر، هذا صفر. بيرس تايم 21، اذا ايش قد طلع عندي التيرن اراوند تايم؟ 21. واضح؟ بعدها راح اجي ارجع اكمل اطلع التيرن تايم بالنسبة أبدو ويا الدوارة بالنسبة للواحد، هاي قلنا راح تنفذ مرة واحدة وبس. بعد بكل كل ما تدور عندي الدوارة ما راح تنفذ.
راح اكمل تيرن الراوند الواحدة لما اقول الويتنج تايم زائد بيرس تايم اللي هو هذا الثاني راح يطلع لي 24. ليش 21 زائد 3؟ هاي بالنسبة للواحد. بالنسبة للواحد شنو يعني؟ البروسس واحد، او البروسس واحد ليش؟ انا هنا عندي البروسس هاي صح اسمها الاي دي مالتها بي 1 بس موقعها بالمصفوفة هو صفر، هاي موقعها واحد، يعني البروسس الثانية موقعها واحد. اذا للواحد ايش قد راح تكون عندي؟ 3 زائد 21 24. واضحة؟ لان احنا راح نبدا من الصفر، يعني الصفر 1 2 3 اللي هنا 4 بروسسات. هاي يعني اساسيات الجواب المفروض تكونوا فاهمينها. اذا طلعت الصم للترن والصم لل ايضا للويتنج تايم، واضح؟ هذا الصم للويتنج تايم. بعدها راح نستدعي البرنت. هاي استدعينا البرنت، البرنت ايش راح تسوي لي؟ راح تطبع لي هذا الجدول. شلون راح تطبعه؟ راح تطبع لي كل هذن طبعا سلاش تي سلاش تي معناها مسافة. راح تطبع لي بروسس الارايفل مالته، بيرس تايم مالته، ويتنج تايم طبعا حسب دوارة تديل من الصفر حتى كل بروسسات راح ينطبع. من تخلص هاي الدوارة راح اطبع عند الافرج والتيرن اراوند. شلون راح اطبعها؟ افرج اقول له هو عبارة عن الصم الافرج للويتنج تايم، هو عبارة عن الصم الويتنج على ان، يعني عدد البروسسرات. والافرج للترن اراوند تايم هو الصم للترن اراوند تايم على ان، ايضا عدد البروسسرات. صار واضح ان شاء الله انه الكود جدا مفهوم. اي شيء اي اشكال عندكم تقول يا اسفل هذا الفيديو بالتعليق وان شاء الله راح ارد عليكم. المفروض تكونوا فاهمين المسألة النظرية بالنسبة لهذه الخوارزمية حتى يكون الفهم سهل بالنسبة للكود العملي. أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وشكرا لمتابعتكم.